بنتين مثلا يخشوا الكلاس كده يقولوا لا طب هي بتلعب ازاي، ده هي مش شايفه، طب هتدربنا ازاي. انا كان لحد 11 سنه كان نظري 6/6، حصلت لي ظروف مرضيه بدا النظر يقل تدريجي، وصلت في الاخر لفقدان نظر تماما. يعني هي بدايتي اصلا في الاول خالص كانت عزف على الاورج، لاني بحب الموسيقى قوي، كنت بروح في اصل الثقافه بس في الاول كده سماعي، حبيت آلة الاورج قوي وعزفت عليها، ولقيت الحمد لله انا ماشيه فيها. بدات بقى الاساتذه في اصل الثقافه يعلموني مقامات موسيقيه شرقي وغربي. في فتره علاج كنت باخد ادويه فيها ماده كورتيزون، كان وزني زاد جدا، ده اللي خلاني اتجه بقى للجيم وان انا العب رياضه. ما كانش لسه في اي جيم دخل زومبا اصلا، بدات بقى لما ظهرت الزومبا لقيت نفسي متعلمها بسهوله، بعمل حركات على الموسيقى لوحدي، كانت مامتي بتساعدني في حاجات كتير اللي هي الحركات المتداخله الصعبه. يعني انا كاحتراف في الزومبا من 5 4 سنين، كمدربه من 2، شاركت في حفلات كتير برضو تبع الزومبا، يعني مش عزف بس، طلعت على ستيج مع فريق كبير زي فريق هوسة، شاركت برضو في ساقية الصاوي. بس الزومبا بقى انا حبيتها، يعني كمان فوائدها كتير، بتنزل الوزن، بتعمل طاقة ايجابية، لو انت مودك مش حلو هتروحي كلاس الزومبا تطلعي منه حاجة تانية، اي حاجة صعبة في البداية عايزة بس ارادة، بعد كده كل حاجة هتيجي بعدين. والحلم الحقيقي بتاعي بقى ان شاء الله يكون ليا جيم خاص بي انا. في حاجات كتير واجهتني صعبة في حياتي طبعا، لما مثلا في بنتين مثلا يخشوا الكلاس كده يقولوا لا طب هي بتلعب ازاي، ده هي مش شايفه، طب هتدربنا ازاي. في بنات مش بتكمل، في بنات بتقعد معايا تسال. البنات دول انا بحبهم قوي، اللي هم يحبوا ان هم يجوا عندهم حب وفضول، دي مش حاجه وحشه، لان انا لو هنعكس الوضع هقول لك ان انا هبقى مستغربه. بس في بنات بقى مش بترضى وكده، مش هتجيبي قولي الناس كلها زي بعضها. انا اخدت موضوع الزومبا والايروبكس تحدي ان اكون اول مدربه زومبا وايروبكس في مصر من النفوخين، لان كمان لما عملت سيرش على الانترنت ما لقيتش ان في خالص مدربين زومبا وايروبكس ذوي استعداد خاصه خالص. عايزه اقول بس في الاول ان انا جربت حياتي في الحاجتين، ان انا كنت شايفه وجربت حياه ذوي الاحتياجات الخاصه. هنا في مزايا وعيوب وهنا في مزايا وعيوب، مش هقول لك ان هنا الحياه وردي قوي وهنا وردي قوي، لا، في برضو تنمر على الناس العاديه خالص، زي ما في تنمر على الناس اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه، فمش عايزين نحط دول في الفئه ودول في فئه ثانيه.